مع حضراتكم شويه بالارقام. والكلام زي ما قلت لكم على موسم هيكون صعب جدا وهيكون طويل جدا. خد بالك انه فكره تحديد مباراه السوبر الافريقي يوم 15 القت بظلالها على مشوار الاهلي في دوري الابطال. انا كنت بكلم حضراتكم الحلقه امبارح على اجنده الاهلي الموسم ده. واحد كده بسم الله الرحمن الرحيم تاجيل مباراه الاهلي في افتتاح مشواره في بطوله دوري الابطال. انت كنت مفترض هتلعب مع سان جورج الاثيوبي يوم 15 او 16 او 17 على ان تكون مباراه العوده يوم 28 29 30 او 29 30 في اخر الشهر يعني في اخر 9. واكيد طبعا المباراه بتاعه سان جورج هناك هتترحل. فانت عندك في بدايه الموسم سفريتين مشوارين، واحد لاسيا تحديدا للمملكه العربيه السعوديه في مدينه الطائف تواجه اتحاد العاصمه، وترجع من رحلتك في بعد مباراه السوبر وان شاء الله ربنا يكرمنا يعني يكون اول تتويجات الموسم الجديد، ترجع عشان تحضر لسفريه تانية عشان تواجه فيها سان جورج. وبالتالي النص الثاني من سبتمبر عندك فيه سفريتين، مباراتين خارجيتين، واحده سوبر واحده دوري ابطال، وعندك مباراه ثالثه هتكون مباراه العوده مع سان جورج الاثيوبي. طب ده خلص سبتمبر. اكتوبر الاسبوع او العشر ايام الاخيره من اكتوبر معاهم ثلاث اسابيع الاولى من نوفمبر محجوزين للدوري الافريقي ما كان يعرف بالسوبر ليج. عندك شهر من اجنده الموسم الجديد محجوزه للسوبر ليج ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يعني يكرمنا فيهم. تلعب فيهم ست مباريات، ثلاثه منهم بره وثلاثه منهم جوه لو وصلت للمباراه النهائيه. طيب ده اكتوبر ونوفمبر. طيب ديسمبر اخباره ايه؟ ديسمبر في بطوله كاس العالم للانديه، يعني في كمان 10 ايام زياده على ال 45 يوم اللي احنا حسبناهم رايحين في مشاركه الاهلي بطوله كاس العالم. ده ان شاء الله لو ربنا اكرمنا وصلنا للمباراه الفاينل سواء اول وثاني او ثالث ورابع، نتمنى ان شاء الله تكون اول وثاني يعني. فعندك 10 ايام في بطوله كاس العالم للانديه او 11 يوم يمكن. عندك بعد كده بطوله امم افريقيا، وطبعا لعيبه النادي الاهلي الدوليه هتشارك مع منتخباتها. بالتالي انت عندك في النص الاول من الموسم اشتباكات ضرب نار. اجنده الاهلي في النص الاول من الموسم كامل العدد. هنعمل فيها ايه؟ وخصوصا النهارده المسؤولين في لجنه المسابقات بيقولوا احنا مش هنتكلم في جداول مباريات ومش هنتكلم في مواعيد ماتشات الا لما يتم الاعلان عن مواعيد مباريات السوبر ليج، وده الى حد كبير امر منطقي، لكن هو مفترض انه حسب ما اكد الاتحاد الافريقي انك انت بما انك بتشارك في السوبر ليج او في الدوري الافريقي، الاتحاد الافريقي طلب انه الانديه اللي هتشارك ما تلعبش في البطولات المحليه. يعني الاهلي من 10 اكتوبر ل 21 من 20 اكتوبر ل 11 نوفمبر، من 20 اكتوبر ل 11 نوفمبر دي الفتره هيتلعب فيها الدوري الافريقي، مش هيلعب ماتشات حتى لو كان موجود هنا في القاهره. على كل الاحوال يعني طبعا القصه والحكايه والروايه صعبه جدا، صعبه على الكل الحقيقه، صعبه على مارسيل كولر، صعبه على روي فيتوريا، صعبه على لجنه المسابقات وعلى رابطه الانديه اللي مش عارف بصراحه هتعمل ايه في الموسم ده. موسم صعب جدا، عندك بطوله امم افريقيا وعندك ارتباطات انديه في بطولات قاريه، عندك سوبر مصري بشكل جديد، عندك بطوله عربيه، عندك يعني عندك قصص وحكايات وروايات كبيره جدا.